الغدوة التمام وبعديها يا انت عندك حموضة؟ لا دي الراحة النفسية بتاعت الشهر. يعني انت ساعة العصر بتتغدى من ساعة اداء المغرب بتعمل ايه؟ بتفرج على بكار بقى واقعد بقى يا انت عندك حموضة والله. لا والله الشهر ده بيبقى راحة نفسية كده وألم في الكتف من هنا. لا اكشف قبل العيد بقى اكشف بقى ان شاء الله اعمل كده ربنا يسترها علينا. ربنا يكرمك يا رب يا رب. لا رمضان كريم ان شاء الله وحاجه ثقيله باذن الله وفرحه كبيره. ايام تدوم وخد عليكم الايام بخير يا رب ان شاء الله يا معلم عماره. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا معلم عماره ويدوم عليك الايام بخير يا رب. انت زعلان مني في حاجه؟ ربنا ما يجيب زعل يا معلم. كل سنه وانت طيب يا معلم ورور. كل سنه وانت طيب يا معلم عماره. انت زعلان مني في حاجه؟ يا عم ما الدنيا زي الفل اهي في ايه؟ لا انتوا زعلانين مني. لا يا عم هتقع مننا والله. معلش زعلانين والله. ركز معانا هنا. طب مش بتدفعوا ايجار الشهر ليه ما دام مش زعلانين؟ اهو ده اللي يزعل يا معلم. اهو تيجوا عند الفلوس وزعل بقى وكلام فاضي. لا امسك امسك يا معلم اهو ايجار الشهر اهو هديك عليه كمان حته ليا. لا خليها ليك انا مش عايز ليا حاجه. ايجار الشهر يا معلم ورور. ماشي يا معلم استبر علينا بس. ها جاي حام انت وفاير وبتاع واحنا لسه في اول الشهر. في ايه يا انت هتكبر ياض عليا ولا ايه؟ السمك مهما كبر الحوت هيفضل حوت. جرى ايه يا معلم عماره؟ الخيار مهما طول القته هتفضل اطول. سلام. البطيخ مع الجبنه في رمضان بيبقى حلو قوي. بتقولوا اي حاجه؟ لا انتوا زعلانين يا عم والله ما زعلانين. لا في زعل والله ما في زعل. طيب انا بقى عايز اعزمكم على الفرح بتاعي ان شاء الله في العيد الصغير. ايه ده الله اكبر يا معلم وانا كمان فرحي في العيد الصغير. ايه ده وانا كمان فرحي في العيد الصغير. والعيد ده 3 ايام انت اول يوم وانا تاني يوم وانت تالت يوم عشان نفرح كلنا. ايوه يا معلم. بقول لك ايه انا واخد احلى بنت فيك يا حاره الدقايق. دي نفس الحاره اللي انا واخد منها. وانا واخد من حاره الدقايقين برضه. برضه عشان بنحب بعضينا فتلاقي القلوب عند بعضها. ايوه طبعا بس بقول لك ايه انا واخد بيت من عماره المواردي. دي نفس العماره برضه. يا جدعان احنا بنحلم حلم واحد ولا ايه؟ استنى وانا برضه من عماره المواردي. انت كمان استنى يا معلم كده انت خطيبتك اسمها ايه؟ زهره. ايه ده صدى صوت ده ولا ايه يا معلم؟ في ايه اسمها ايه؟ زهرة. ايه يا معلم في ايه؟ خطيبتك اسمها زهرة؟ زهرة. وانا برضو زهرة. ده زهرة زرقاء عليكم ان شاء الله. وانت كمان زهرة؟ خطيبتي اسمها زهرة. لا انتوا زعلانين مني يا عم والله ما زعلانين. زعلانين على نفسنا. لا ما زعلانين. امال ايه عايزين تاخدوا خطيبتي ليه؟ اوعى تكون زهرة بنت ام زهرة اللي ساكنة في التالت. ده هي ديت. امها واخدة مني جاموستين على حس الجوازة. امها واكلة الكوتشي بتاعها على حس الجوازة دي. ومش بتدفع الايجار والبت بنتها ماشية مع مصطفى فندي. ومصطفى فندي ده عامل لي فيها بقى مأجباني وحليوة وهو جابه مخروم لمؤاخذة يعني انت اخويا ويمشي بقى كده ولا حلت ولا مليل. طب وبعدين يا رجاله احنا لازم نجيب الواد شفتوره البلطجي يضربه ويعلمه الادب. ماشي نتعاهد على الكلام دوت. نتعاهد يا معلم. بوم بوم باور رينجر. اوكرا يا اوكرا رمضان بكره. اوكرا يا فاطر رمضان يا خاسر دينك كلب تنث وده هتقطع مصرينك. على فكره انا مش فاطر. لا فاطر يا فاطر وربنا انا ما فاطر. طب طلع لسانك كده اهو اهو لسانك احمر. لسانك احمر ليه؟ كنت بتسحر جيلي. يا سلام يا اخويا. انت اللي فاطر على فكره. انا مش فاطر احنا بالليل. طيب يبقى فاطر بس. يلا يا يلا يلا يا عم يلا نلعب والنبي اخويا. يلا نلعب بالفوانيس. يلا هنحطها كده. ايه ده؟ ايه الفانوس بتاعك معفن؟ مش هلعب معاك يا عم. انت في ايه؟ بص الفانوس بتاعي اللي انا جايبه. ما انت سارقه. بس يا اسكت يا عم فانوس واقف وراك. عم فانوس ايه ما انت سارق الفانوس؟ مش هلعب معاك بالفانوس المعفن ده. اروح العب مع سوسو ولا سوسو. ماشي اخوك يا معفن. ماشي عم فانوس. ايوه حبيبي. والنبي عم فانوس ما تديني فانوس. طب انت معاك فلوس؟ لا امشي غور يا. طب بالزق ليه طيب؟ ايه في ايه في ايه في ايه؟ ايه 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 في ايه يا حبيبي مال؟ بتاع
ساعات ليه؟ انا عايز فانوس يا عم، عايز فانوس جديد. بص الفانوس يا حبيبي. انت عايز فانوس ليه يا حبيبي؟ انت كبير يا ابني، هتلعب بالفانوس ليه يا عم؟ هلعب واقول حلو يا حق كده يا عم. حلو يا حلو، انت شحط يا ابني. حلو حلو ايه؟ لا يا حبيبي ما تلعبش بفوانيس. لا انا عايز العب بفوانيس يا عم. ماشي. إيه باباك فين يا حبيبي؟ جيب لك فانوس. بابا الله يرحمه مات وسافر السعوديه. يعني بعد ما مات سافر السعوديه؟ اه. طب ماما فين يا حبيبي؟ تجيب لك فانوس. ماما الله يرحمها، بابا طلقها امبارح. انت متلخبط في عيلتك يا ابني، انت مش عارف ايه اللي حصل لهم. طب وانت بتشتغل ولا صايع ولا ايه؟ انا بشتغل مع عمو المسحراتي، مات السنه اللي فاتت الله يرحمه. عمو المسحراتي اللي كان معدي من شويه؟ اهو مات السنه اللي فاتت؟ مات. يا عيني، ده انت عبيط يالا. ايوه انت عبيط. اه عبيط. وفرحان؟ اه عادي. تعال يا حبيبي، عايز فانوس؟ عايز فانوس والنبي. حاضر حاضر، تعال يلا. تعال ما تخافش. ازيك يا عم فانوس؟ ازيك يا مصطفى افندي؟ كل سنه وانت طيب. طيب يا مصطفى افندي، الله يخليك. والله كنا عايزين نعرف بس الفانوس ده بكام لو سمحت. الفانوس ده ب 50 قرش بس. 50 قرش؟ اه. انا صراحه معيش غير 50 قرش. طيب الفانوس الثاني ده بكام والله؟ ده ب 20 قرش. لا انا عايز ابو 50. هات ابو 20 ده وادوله. لا عايز ابو 50، ماليش ده. ده انت رخم يالا، رخم. خلاص هات. بص ابو 20 قول عليه ب 50. ها يعني اضحك عليه خمه يعني يا مصطفى فندي؟ عيب، احنا في رمضان. ده انت رخم انت كمان يعني. خد يا حبيبي ابو 20 ده، هو ب 50. لا ماليش دعوه ابو 50. يلا يلا ولا يلا يا رخم. ايوه هات ابو 50. يلا يا رخم. ماشي رخم بس عايز ابو 50. ماشي يلا. نعمل خير ونرميه في البحر. طيب هات يا سيدي. اتفضل. اتفضل يا سيدي، الفانوس اهو يا سيدي. اهم حاجه إيه؟ يا حبيبي ما تعيطش. ماشي خد بقى انت الفانوس المعفن ده. انا ما بشيلش الحاجات المعفنه دي. بص الفانوس جديد ده معفن، انا ما بشيلش الحاجات المعفنه دي. انا اللي اشيل المعفن يعني؟ انت شيل بقى المعفن. انت قليل الادب ليه كده يا عم؟ انا مش قليل الادب، انت اللي عمال تتدخل في حياتي. وابوك مات وامك ماتت وعقدتني في العيشه واللي عايشينها واقتحمت حياتي. اقتحمت حياتك؟ ايوه. في طفل يقول على فكره انت كبير وعامل طفل يالا. ما انا مش حالي دانك ليه؟ اعلقها بكره. ماشي 10 ايام. ها بص هات الفانوس يعني، انا غلطان اللي جبته. حرامي يا ابو الياس يا شاويش، حرامي عايز يسرق الفانوس. ولا حرامي ايه يلا؟ حرامي هتسرق الفانوس مني يا حرامي يا يا نهار ابيض فعلا، اللي يمشي ورا العيال. بقول لك يا عم فانوس تاخد الفانوس. الله 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 الله. هو ايه الله الله ايه؟ بالكيلو ولا ايه؟ في ايه؟ مصطفى فندي. اهلا وسهلا، ازيك يا عم شغل؟ ازيك يا مصطفى فندي، انا بس كنت عايز منك ال 150 قرش اللي عليه. ال 150 قرش، معلش يعني يا عم شغل، يعني انا اصلي كان اخر نص جنيه دفعتها عملت بيها خير، فان شاء الله اول فلوس هتجيلي انت اول واحد هسدد له فلوس. انا هصبر عليك عشان الشهر الكريم اللي احنا فيه بس، انما طلاق ثلاثه ما هتدوق طول الشهر حته لحمه، قضيها شوربه خضار بقى. ماشي. والله ولا حتى هيلاقي شوربه الخضار يا معلم. يا مصطفى فندي إيه؟ مبلط في الخط قوي ليه كده؟ معلش انت ليك فلوس عندي برضو ولا ايه؟ ليا فلوس عندك يا مصطفى فندي، امال ايه هتبلع عليك يعني؟ طب معلش اصبر عليا يعني، ان شاء الله حين ميسره. ايه؟ حين ميسره. ما بحبش افلام خالد يوسف. ليه يا عم؟ ده راجل كويس كان بيعيط وقت المتحف عادي يعني. طب هو في راجل يعيط؟ انا عارف. يعني ان شاء الله اول ما يجيلي فلوس. انت ليك كام؟ انا ليا عندك 35 قرش. 35 قرش، حلو. لو اديتني 2 كيلو بطاطس وكيلو كوسه وكيلو ونص بصل وكيلو طماطم وخيار، يعملوا لهم كام دول؟ يعملوا لهم حسبه 15 قرش. 15 قرش، وليك كام عندي؟ 35 قرش. يبقوا كام على بعضيهم؟ نص جنيه. لو انا اديتك جنيه يبقى انت هترد لي كام؟ نص جنيه. هات النص جنيه. خد يا مصطفى فندي. اتفضل.
ثانية واحدة. معلش احنا في زنقة يعني لازم برضو يعني. أنا عارف والله مصطفى فندي، معلش بس ابقى اصبر عليا والنبي يا مصطفى فندي. أنا هصبر عليك عشان الشهر الكريم ده بس. أو النبي احنا في زنقة ها؟ أيوه. ماشي أيوة. والنبي يا رب نشيل بعض يعني. الحمد لله. الحمد لله. ألف شكر. ألف شكر. الحمد لله. شكراً. يا الحمد لله الواحد عشان عمل خير الفلوس رجعت له من النصب الحمد لله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا منورين يا فنديه. سي مصطفى فندي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا مصطفى فندي؟ ازيك يا زهر؟ عامل ايه يا مصطفى فندي؟ الحمد لله يا زهر. كل سنة وانت طيب يا مصطفى فندي. وانت طيبة يا زهر. هنروح فين بعد كده يا زهر؟ أخبارك إيه؟ أنا كويسة الحمد لله. خدي الفانوس ده، كل سنة وانت طيبة بمناسبة شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعا باليمن والبركات. لا خلي بالك يا مصطفى فندي، هو أنت كل حاجة هتديها لي؟ خدت بالك أنت يا وأنت كل حاجة هتديها لي يا مصطفى فندي؟ يا حبيبتي يا زهر. يا حبيب قلبي يا مصطفى فندي. أروح فين يا بنت؟ مش حارمني من حاجة يا حبيب، مش ترجلي يا مصطفى فندي. يا بنت أكتر من كده كرشك يخبط فيا. يلا يا عم وكله مقضيها في البلاط. أهل الحتة دول سوقيين جدا. بقول لك إيه؟ هو أنت مش هتيجي تطلب إيدي من والدي بقى؟ إن شاء الله، أول فلوس هتجيلي هاجي لأبوكي أطلب إيدك منه على طول. سمعت اخر نكته؟ اول ما تجيلي فلوس هاجي اطلب ايدك من والدك على طول. يا حبيبتي يا زهر. يا حبيب قلبي يا مصطفى فندي. انت عودك ملفوف كده ليه يا بنت؟ عشان بعمل دايت يا مصطفى فندي. يا حبيبتي امسكني كويس يا مصطفى فندي. علامتك يا زهر. يا عم بلا بتاع بقى كله عايش على البلاط. ده ايه شغال سوسته مؤخرا ولا ايه؟ بس ايه يا عم الهم ده يا عم؟ ما حدش يعرف ينام في الجزارة عندك ولا ساعة. ليه؟ ليه يا معلم في ايه؟ العجول طول الليل ايه ايه؟ هما زعلانين مني في حاجة. يا حاجة هم يا أخي. يا عم ربنا ما يجيب زعل، أنت برضو حد ينام مع البهايم؟ أما لما نام في ايه؟ نام في بيتكم. بيتنا كله بهايم برضو يا معلم. ده حاجة هم، أنا زوقت، كرهت نفسي، يا مصطفى فندي. أهلا أهلا أهلا. كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا معلم عمارة، يا اهلا وسهلا. يعني احنا بقولنا ساعة بندور عليك يعني، وانت مش عايز تدفع الايجار ومبلط في الخط وبقالك 9 شهور مكسورين، يعني نعمل ايه يعني؟ نتجنن يعني بسببك؟ انت بتعلم الكلام جديد ولا ايه؟ نعمل ايه يعني؟ يعني نتجنن يعني ولا نعمل ايه؟ لا ما تتجننش ولا حاجة. عناية ليك، عاوز ايه؟ عايز ايجار الشهر يا معلم. انه شهر؟ الشهر اللي هو ده هيقعد ده. وشهر واحد والدكتور هو بقى نعمل ايه؟ ما نقعد نتكلم كده وما نفهمش حاجه. يعني انتوا ليك كام شهر يعني؟ انا ليا 9 اشهر مكسورين. 9 اشهر ان شاء الله. اول فلوس هتجيلي انت اول واحد هسدد لك فلوسك ان شاء الله يا معلم عمار. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اطلبك على طول. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اخطبك على طول. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اقعد عندكم في البيت. ايه؟ ان شاء الله تولد بالسلامه باذن الله. ايه؟ ايه ايه يعني ان شاء الله؟ اصبر علي، اصبر علي بس يا معلم عمار. انا مش هصبر تاني. ليه؟ احنا بقى هنجيب عربيه نص نقل واللي امه فيها العفش والكروكيب بتوعك المعفنين اللي فوق. هتلم ايه؟ ثانيه واحده بس، هتلم ايه؟ العفش. العفش؟ العفش بتوعك اللي هو العفش. ايوه. وايه تاني؟ والكروكيب اللي هي الكراكيب. اه. طب ما تكتب الترجمة على رجلك تحت يعني. ماشي. وهنحطهم في النص نقل ونتوكل على الله ونمشي من هنا. نص نقل؟ اه. نص نقل. نص نقل. طب يعني انت هترمي لي العفش ليه بس يعني؟ اصبر عليا ولا ايه؟ اه والنبي يا معلم عمارة عشان خاطري، اصبر عليه بس اسبوع يوضب حاله وبعدين اعمل اللي انت عايزه. لا 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 زهرة، زهرة احنا كده بيبقى شكلنا وحش قدام الناس، احنا لازم نبقى في مظهر قوة. هو يصبر عليا غصب عنه لغايه بعد كده اشوف شقه اخد الشقه وبعدين ابقى انقل العفش والكروكيب وكل حاجه. هي فوتوانه يعني؟ اه فوتوانه. لا ده انا كده بقى اكلم لك شفتوره بقى يجي يصر في معاك بقى. لا لا بلاش شفتوره، بلاش شفتوره. ليه بلاش شفتوره؟ وانا اخاف من شفتوره؟ لا اصل شفتوره حاطط عينه عليا. حاطط عينه عليك يعني ايه؟ يعني باصص لي. شفتوره باصص لك وده باصص لك وده، هو مفيش غيرك في الحته ولا ايه؟ مفيش غيري.
لا خليه يصبر بس يجيب شفطورة. يعمل لي ايه شفطورة يعني؟ مش خايف؟ لا مش خايف. شفطورة اصبر بقى شفطورة يا شفطورة شفطورة. الله اسم الله عليك.